السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. طبعا الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله بدون مقاطعة هيبقى آخر فيديو ينزل في سنة 2020 ان شاء الله، فهنكون يعني هندخل على سنة جديدة، فيا رب تبقى سنة سعيدة مليانة بالخير علينا كلنا ان شاء الله بإذن الله، نتمنى ذلك. تمام، فكل سنة وانتم طيبين اولا. ثانيا، لو عايزة تخشي على الفيديو على طول هتروح للدقيقة دي، لان لازم اقول الكلمتين اللي لازم نقولهم في اول كل فيديو زي ده. اولا، يعني كالعادة ما اظنش ان الفيديو ده هيبقى قصير، لان يعني عايز اقول لكم انا عندي في ترابيزة مليانة مفضلات مليانة. تمام، فما اظنش الفيديو ده هيبقى يعني قصير، ده اولا. تاني حاجة، لازم تروحي تشوفي فيديو ايفون، تمام، بتاع مفضلات ايفون، لانه انا في حاجات بالنسبة لي فعليا كانت السنة دي افضل حاجة هي بتاعت ايفون، فانا ممكن اقولها لك في الفيديو لكن مش هوريها لك عشان ما نطولش الفيديو، فروحي اتفرجي على فيديو ايفون، هسيب لك اللينك تحت. تالت حاجة، تمام كده، الفيديو ده برعايتي الشخصية، برعايتي الشخصية، ان انا دي مفضلاتي انا، رأيي انا، تجربتي انا، سواء عليا سواء على يعني بشرات تانية، بس دي تجربتي انا، انا اللي بحكم عليها. فلولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، لازم نقول كده عشان ده موضوع لازم ننوه عليه كويس، عشان ما ليش حد تحت في الكومنتات لا ده طلع معايا زي الزفت، ده طلع نيلة، ده طلع قطران، فيعني تمام كده، برضو لازم نبقى عارفين الموضوع دوت. غير كده، واخر حاجة، لقيت تعليقات كتير جدا 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 الفترة الاخيرة على موضوع الاوتفيت والتنسيق الملابس، فلو فعلا انتوا عايزيني ان انا اقدم لكم النوع ده من الفيديوهات ونعمل مع بعض تنسيق ملابس للمحجبات، والله والغير المحجبات احنا كده كده كلنا في الشتاء بنلبس بكم، فا اوكي يعني لو لقيت تفاعل فعلا في الكومنتات تحت وانتوا عايزين الموضوع دوت، ان شاء الله باذن الله نقدمه مع بعض، بس لو انتي موافقه اكتبي لي تحت في الكومنتات وشجعيني ان انا اعمل النوع ده من الفيديوهات. تمام كده، كفايه كده بقى، ويلا بينا نبتدي. بدايه هنتكلم عن المانيكير اللي انا حطاه دوت، وده زي ما انتم شايفين مانيكير لونه كحلي، لونه كحلي مات تماما ولونه فظيع. تمام كده، المانيكير دوت من ايفون. تمام كده، المانيكير ده اسمه او اللاين بتاعه اسمه ماجيك مات، عشان ايفون عندها كذا لاين للمانيكير يا بنات، فده اللاين بتاع ماجيك مات ده، عندي منه اربع الوان، اللون دوت، وعندي الجراي، وعندي الاسود، وعندي الابيض. تمام، المانيكير ده بينشف لحظه ما بتحطيه، لحظه ما بتحطيه هو بينشف تماما. تمام كده، يعني بصوا انا بعشق حاجه اسمها مانيكير ايفون، وقلت الموضوع ده 100 مره، فبالنسبه لي مفضلاتي للسنه دي في المانيكير هو مانيكير ايفون السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبلها يعني، فايفون هو التوب عندي عامه في المانيكير. والدرجة دي اسمها يا بنات اسمها انكي بلو. تمام، تعالوا يا بنات نبتدي بالتولز بتاعت الميك اب. تمام، اول حاجات يعني بنستخدمها في الميك اب، فهنبتدي اسف على المنظر اللي هتشوفوه، هنبتدي بالبيوتي بلندر. فافضل بيوتي بلندر استخدمتها السنة دي، انا والله كنت لسه مستخدماها حالا، والله لسه مغسولة يعني ده لسه مستخدماها هي البيوتي بلندر بتاعت اي او اي اللي هي لونها بينك قوي دي. تمام، فظيعة فظيعة، حلوة جدا 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 جدا، طرية جدا جدا جدا، اسمها عشان بس هم عندهم كذا نوع، اللي انا جربته وعجبني اسمه سوبر سوفت، فظيعة حلوة جدا. اما للحاجات الرخيصة المتداولة، فكنت حابة جدا السنة دي الاسبونشات بتاعت اللي انا بجيبها من عند صفحة يلا شوبينج، اسبونشاتها فعليا حلوة جدا. بصوا الاسبونش ب 20 جنيه، بصوا بصوا فظاع، تراي جدا، تحفه جدا، بس في عيب واحد في الخضره دي، يعني دي مش كده، دي كانت العلبه بتاعتها مكتوب عليها ايسنس، دي صعبه شويه في تنظيفها، يعني لما بيجي انضفها تحت الميه، يعني عايزه اقول لكم ان دي كده مغسوله وما استخدمتهاش، بصوا وغسلها كتير جدا، بصوا ما بتنضفش بسهوله الخضره، بس للامانه توزيعها للفاونديشن او الحاجه اللي انت بتوزعيها بيها رائع، طريه زي المارشميلو، فظيعه فظيعه. فبصراحه الاسبونشات بتاعه صفحه يلا شوبينج 100 100. هنيجي بعد كده عند البروشز، للامانه انا السنه دي على يدكم جربت كميه تقومه بروشز مش طبيعيه، كتير جدا فعليا، جربت كتير قوي. تمام، طبعا ما زال المفضلات بتاعه البروشز بتاعتي القديمه هي هي، يعني متواجده طبعا، سواء بي اتش الاوريجينال، ريال تكنيك الاوريجينال، جي ساب، كل دي حاجات فظيعة. انا بتكلم على اللي انا جربتهم السنة دي، حاجات جديدة كانت بالنسبة لي في المفضلات. الطقم العيون بتاع مانج، تمام، حلو جدا، هو فرش عيون بس،
رائع جدا حقيقي. يعني انا يمكن لما في الاول اول ما جالي ما يعني كان عادي، بس بجد مع الاستخدام والغسيل والهلك ويعني مع الاستخدام المستمر انه رائع، يستحق كل جنيه حقيقي، حلو جدا وهتلاقوه في صفحة الدكان. تاني طقم برضو السنة دي استخدمته بس كان كوبي، يمكن ده الطقم الوحيد الكوبي اللي انا هتكلم عليه، هو الطقم ده من بي اتش، ده كوبي مش اوريجينال، اللي بيجي في علبة عاملة كده، ده كان عن صفحة يلا شوبينج برضو، تمام. كان بيجي عامل كده، فيه 12 فرشة. للأمانة الكواليتي بتاعت الفرش بتاعته الكواليتي بتاعت الفرش بتاعته حلوة جدا. غسيل برضو، انا يعني الموضوع الغسيل ده بالنسبة لي حاجة مهمة جدا، غسيل ممتاز، الفرش ما وقعش منها ولا شعره، بستخدمها طول السنه من ساعه ما جالي للامانه. الفرش بتاعته ناعمه جدا، الفرش بتاعته مستخدمه طول الوقت، يعني انتوا لو متابعين فيديوهاتي هتلاقوني على طول بستخدم الفرشه دي، دلوقتي بقت فرشه الهايلايتر بتاعتي يعني اللي بستخدمها على طول، هي دي في كل الفيديوهات، دي الفرشه دي بقت فرشه البرونزر بتاعتي المفضله، فاهمين؟ الفرشه الصغنونه دي في الدمج في الاماكن الصغيره فظيعه. فاصلا الطقم كله حلو جدا، الفرشه دي في البودر برده حلوه قوي، فبصراحه وشكلا وموضوع العلبه بتاعته، فبصراحه الطقم ده كان من احلى الطقم اللي انا جربتها السنه دي. هاجي عند طقم مستحدث السنه دي ولكنه حلو جدا، اللي هو الطقم بتاع الف، تمام، اللي هو الاوريجينال، ده طقم الف الاوريجينال. بص يا بنات، الطقم ده يمكن يعني مش هقول لك ان انت هتشتريه ومش هتحتاجي حاجه غيره ومش هتحتاجي طقم، لا، الطقم ده اللي هيجيبه الناس اللي بتحب الميك اب، اللي بتحب الديتيلز، اللي بتحب تفاصيل الميك اب، تمام، لان الفرش بتاعته اصلا مش هتلاقيها في اي طقم تاني، يعني الفرش بتاعته دي مكمله لطقم الفرش العاديه اللي عندك، لانه في يعني فرش مش سهل تلاقيها، يعني فرشه زي الديتيلز اللي انتوا برضو اخر كام فيديو لاقيني بستخدمها في الحاجات الصغيره في التحديد فظيعه، الفرشه اللي هي بتاعه تنظيف الحواجب الستريت دي ما بتبقاش موجوده، هي راحت فين؟ اه دي ما بتبقاش موجوده في اي طقم، شايفينها؟ فرشه السماجد دي ما بتبقاش موجوده في اي طقم، دي ان ده اسفنج مش فرشه. الفرشه بتاعت الروج بصوا عامله ازاي؟ شايفين حاده ازاي؟ الفرشه دي فرشه، حتى فرش الدمج اللي فيها بصراحه يعني فرش البودر، تمام. فرشه بقى الفاونديشن دي بقى ده هنقف عندها شويه، ماشي. فرشه الفاونديشن بتاع الطقم ده يا جماعه، الطقم دوت فيه شعر طبيعي، فيه شعر طبيعي، تمام. الفرشه دي لما باجي افرد بيها الفاونديشن العادي، جربي تفردي بالفرشه دي وفرشه تانية مش شعر ما فيهاش شعر طبيعي، دي لما تيجي تنضفيها بتتنضف في دقيقتين بتكون متنظفه ومتشال منها الكريم الاساس، اما الفرش التانيه بتقعدي 3 سنين قبال ما تنضفي الفرشه، وبعدين في الاخر بتلاقي الفاونديشن متركز تحت هنا، لكن دي لا يمكن هتنضف معاكي في مينت، طبعا سواء هي سواء الباقي، بس انا بتكلم عشان دي بتستعمل من حاجه كريميه، تمام. فبالنسبه لي الطقم ده كان برده من احسن الحاجات اللي استخدمتها. وطقم الف ده بنات هتلاقوه عن صفحه يو اس اي ميك اب، اللي بتبيع منتجات الف وبتبيع منتجات اي او اي. اخر حاجه في مفضلات البراشز عندي هي فرشه الايلاينر ديت من جيسب، ودي فرشه بتتباع لوحدها فرداني رقمها 211. هنيجي عند الفاونديشنز. للامانه السنه دي انا مفيش فاونديشن جربت وحش فعليا، والله العظيم فعليا مفيش فاونديشن جربته، حتى لو انت اتفرجت على الفيديو اسوأ منتجات مش هتلاقيني ان انا طلعت لك ولا فاونديشن، لان فعليا انا ما جربتش فاونديشن اقدر اقول لك ده فاونديشن سيء او وحش، لكن في فاونديشنز ما عجبتنيش يعني عاديه بالنسبه لي ما عجبتنيش، اللي هي فاونديشن وهقولها لكم، لان هم نوع واحد من الفاونديشن، بس هم كانوا فاونديشنين تقريبا او ثلاثه مش فاكره، المهم ان هم فاونديشنز ايسنس انا ما بحبه، انا ما بحبهمش، مش هم فيهم حاجه، بس انا ما بحبش فاونديشنز فاونديشنز ايسنس، تمام. لكن بالنسبه للفاونديشنز حقيقي 3/4 اللي انا جربتهم السنه دي كويسين حلوين جدا، تمام. هيفضل معايا من السنه اللي فاتت، مفضلات السنه اللي فاتت ما زالوا موجودين، الا وهما بورجوا هيلسي ميكس للبشره الجافه، من الجافه للعاديه، حلوه جدا لو انت بشرتك مختلطه شغال معاكي، لو ثبتيه كويس شكله على اي بشره حلو جدا، بس طبعا لو دهنيه سوبر دهنيه بلاش. نفس الكلام على لاجيرل، يعني تحفه فاونديشن تحفه يا جماعه، ماشي. نفس الكلام هو يعني بيناسب نفس انواع البشرات بتاع بورجوا،
وما زال وهيفضل، ومهما طلعت فاونديشنات ونزلت فاونديشنات وراحت وجت، حبيب قلبي فيت مي لازم بجيبه طول الوقت، مهما يخلص لازم اجيب فيت مي يعني. ماشي، دول اللي مستمرين معانا من السنة اللي فاتت، اللي يعتبروا بالنسبة لي وسط، ولا هم بتوع السنة اللي فاتت ولا هم لسه مجرباهم يعني مجرباهم على طول السنة. الفونديشن بتاع كاترس اتش دي، الفونديشن ده رائع يا بنات، رائع رائع للبشرة، من هنقول من العادية للمختلطة للدهنية، رائع جدا. هو بيقلب باودري بس بيحتاج تثبتيه برضو. شكله على البشرة جميل جدا، شكله على البشرة حلو قوي. عايزة اقول لكم ان حتى لو عندك حبوب ما بيقفش عندها، بالعكس بيبقى شكله سموز جدا على الحبوب، ناعم على البشرة، شكله بيبقى ناعم على البشرة، كل حاجة بتتوزع عليه حلو. هو مشكلته الوحيدة اللي هو مفهوش غير 4 درجات، يعني هو الفونديشن مفهوش غير 4 درجات بس، يوحده ربنا. دي اغمق واحدة فيهم، يا دوبك جاية علي على لوني، يعني انت لو اسمر مني ما فيش ليك يا بنتي والله للأسف. دي درجة وورم بيج 040، يعني هي يا دوبك لوني، فدي العيب الوحيد فيه. غير كده الفونديشن رائع جدا. لو انتم متابعيني هتبقوا عارفين الفونديشن ده من مفضلاتي جدا، هو فونديشن ريفلون نيرلي نيكد. الفونديشن ده حلو جدا بالنسبة لي انا، او بالنسبة للبنات اللي بتحب كفر خفيف، اللي تحسي ان هي بشرتك، انت مش حاطة حاجة على بشرتك، حسي ان بشرتك بتتنفس. ده حلو جدا 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 للبنات اللي ما بتحبش الكفر، الكفر العالي، او حتى هو يعني هو من، مش هقول عليه متوسط، هو اقل من المتوسط. انا بحبه جدا، انا بحب التغطيات الخفيفه دي جدا. لو انتي من البنات دي هتحبي الفونديشن ده، بيدي جلو فينش يعني مش مات، هتحبه قوي. البشره الجافه اللي ما فيهاش عيوب هتعشق الفونديشن ده. الدرجه بتاعتي فيه انا قلت لكم الفيديو اللي فات على طول، الدرجه بتاعتي بيج ناتشرال. هنيجي بعد كده عند فونديشن التحفه ده، ده فونديشن لجيرل برو مات اتش دي. ده بقى مناسبه خشي خطوبة، خشي اي حاجة عندك هيمشي معاكي، انه رائع 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 حقيقي. فونديشن ده جميل جدا على البشرة، تغطيته حلوة جدا تمام. بيقلب بس ده اوعي مش بشرة جافة خالص، ده بشرة من مختلطة الدهنية تمام كده. الكفر بتاعه حلو، لونه الدرجة اللي معايا دي عظيمة عظيمة، اسمها ساندي بيج، درجة دي عظيمة جدا. انا بحب الفونديشن ده قوي، خاصة للمناسبات، خروجة بالليل يعني، حاجة كده عايزة تبقي فيها كفر عالي تمام، وبنفس الوقت يعني بتاخدي حاجة عالية وبسعر كويس. ده كان سعره 200 وحاجة، 250 تقريبا، في صفحات بيوصل عندها 300 تقريبا، يعني هو في الحدود دي بين ال 250 و 300. هو عموما هتلاقوه عند صفحة دكتورة ايمان، ودكتورة ايمان بتبيع باسعار حلوة جدا يعني تمام. فده تحفة. اخر فاونديشن وهو احدث فاونديشن معانا السنة دي وبرضو بالنسبة لي رائع جدا، هو فاونديشن AOA تمام. الفاونديشن ده هو اسمه AOA ستوديو باودر. الفاونديشن ده حلو جدا تمام. اول حاجة كميته زي كميتهم، انا طبعا عامله لكم ريفيو كامل عن منتجات AOA كلها، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو تحت. الفاونديشن شكله على البشرة عسل، حلو جدا جدا. زائد حاجة درجاته، التون بتاعها على اصفر، يعني انا عندي درجتين، عندي الدرجة اللي اسمها بيور بيج دي على اصفر، على اصفر. البنات اللي بتحب الدرجات على اصفر، انه على اصفر، انني ابشركي تمام. وعندي الدرجة بتاعته اللي هي التان تمام على اصفر، اللي هو بقى بس بتديكي الدرجة التان. البنات اللي بتعشق التان، استنوا هجيب لكم اسم الدرجة. الدرجة بنات التان اسمها سوفت تان، فظيعة للبنات اللي بتحب تاخد تين او بتحب تسمر نفسها شوية، فظيع فظيع فظيع. زي ما قلت لكم شكله على البشرة سموز جدا، ما بيوقفش على الحبوب خالص تمام. ممكن تروح بيه مناسبات لان هو ما فيهوش فلاش باك، الكفر بتاعه عالي تقريبا، ممكن نقول من ميديوم لفول كفر. زائد بقى سعره، سعره جماعة كل المواصفات الحلوة دي ب150 جنيه، فاللي هو سعر وميزات ودعولي يعني بجد فعلا حلو جدا. في حاجة مهمة نسيتها معلش، بشرة جافة نو، بشرة جافة نو، بشرة مختلطة لبشرة دهنية تمام.
نيجي عند الهايلايتر الليكويد السنه دي. ايوه صح، برافو عليكم، انا عارفه ان انتوا عارفين انا هقول ايه بلا منازع. بريتي وومن بجد يا بنات، هذا الهايلايتر حلو جدا جدا، لونه حلو جدا، كواليتي حلوه جدا، توزيعه حلو جدا، ما بيعلقش ابدا على اي حاجه، ما بيعلقش على اي حاجه، ما بيعلقش. بصوا بصوا شايفين الجمال، على اي حاجه ما بيعلقش، على وشك ما بيعلقش، مع الفاونديشن ما بيعلقش، تحت الفاونديشن، فوق البودر، ماشي معاكي في اي حاجه. شكله على البشره جميل جدا حبيب قلبي، ويعني انا بعشقه. وطبعا كميته كبيره زي ما انتم شايفين، كميته زي الفاونديشن تقريبا 30 ملي زي اي فاونديشن. شايفين انا مخلصه منه قد ايه. وسعره طبعا زي حاجات بريتي وومن كلها هتلاقوه سعره مش غالي، وهتلاقوه عن صفحه الدكان. هنخش بعد كده على الباودرز. بالنسبه للباودرز هيكمل معانا من السنه اللي فاتت في الحاجات الرخيصه ام ان، في الحاجات الدراج ستور. هنقول اماندا شغاله، اماندا حلوه مش وحشه، تمام كده. بالنسبه للهاي اند طبعا لورا مارسيه معانا، تمام كده. هيخش معانا بقى الجديد السنه دي، هي الديرما كولر من الووتر بروف من كيرولين، تمام. ولكن يعني عايزه اقول لكم الباودر دي بتخلي الوش فلتر، تخلي حاجه كده خطيره. ولكن انا من وجهه نظري المتواضعه، قلت الكلام ده قلته لكم قبل كده، ان الباودر دي عايزه شغل، يعني مش عايزه استعمال شخصي، عايزه حد بيشتغل ارتست، تمام، او حد بيشتغل في الميك اب، مش مجرد شخصي. ليه؟ لان هي محتاجه تكنيك في الاستخدام، يعني لو كترتي منها او زودتي منها حبه، عايزه اقول لك ان هي بتديكي نتيجه عكسيه، بدل ما بتخلي الوش حلو بتخلي الفاونديشن تحتها يشقق وينشف، فاهمين؟ لان هي ووتر بروف فبتنشف اللي تحتها، فعايزه منك تستخدمي كميه معينه بطريقه معينه وهكذا، فاهمين قصدي؟ فمحتاجه تكنيك في الاستخدام. غير كده البودر تحفه تحفه. هنيجي في الكومباكت باودر، مستمريه معانا من السنه اللي فاتت، واظن ان هي هتستمر حبه كتير، لاني لسه ما لقيتش حاجه بديله ليها، هي الريميل ستي مات، تمام كده. نيجي بعد كده عند باودر كانت جديده السنه دي وكانت رائعه، وانا كرورو انبهرت، انبهرت من جمالها والله العظيم بجد. وهي باودر بيريني، فظيعه يا بنات. الدرجه اللي معايا دي درجه ترانسبيرنت 03، واللي كانت قايله لي على الدرجه دي مينو، كانت قايله لي الدرجه دي حلوه قوي، روح تعجبك لانها على اصفر، وفعليا الدرجه والباودر حلوه جدا. روح يا مينو، ربنا يكرمك مطرح ما انت قاعده. بجد الباودر تحفه تحفه، نعومه ايه ولون ايه وفينش ايه على البشره، بجد يعني فينيشنج باودر رائعة رائعة، يعني ناعمة جدا، بتقسم لك الوش بعد ما بتخلصي بقى خلاص بقى، وعايزة الفينيشنج الشكل الفينيش للبشرة، تحفة تحفة. بس طبعا انت لو فاتحة هتجيبي درجة افتح من دي، تمام، لو انت بيضة قوي هتجيبي درجة افتح من دي، مش تنفع معاكي. فالباودر يعني فظيعة فظيعة. هنيجي عند البلاشرز الكريمية، هقول لكم على ثلاث انواع مختلفه، كل نوع فيهم بيعمل حاجه مختلفه تماما. اول نوع هو البلاشر بتاع كارتييه اللي خد ضجه فظيعه على السوشيال ميديا، والحقيقه ان هو يستاهل هذه الضجه. البلاشر ده حلو جدا، يعني عايزه اقول لكم نقطه يعني انا ممكن اقول بتهيألي ده ممكن يقعد معاكي مثلا سنتين ولا اكتر والله العظيم، لان نقطه فعليا بمعنى الكلمه، نقطه منه بتليط الدنيا والله العظيم بجد، فظيع جدا، بيجمنت قوي، ثابت قوي قوي قوي، وسعره حلو جدا، تمام. فهو بجد جميل جميل جميل، هتلاقوه ده متوفر عند صفحة دكتورة إيمان، وهتلاقوه متوفر عند صفحة الدكان، هتلاقوه متوفر في حتت كتير للأمانة. ده أنا قلتلكوا أول نوع. تاني نوع، لو أنت بقى بتحبي البلاشر الكريمي بتاعك يبقى جلوي، يعني إيه، يديكي لمعة كده صحية في الوش، يبقى شكله صحي على البشرة، يعني بتحبي اللوك ده، فهنصحك بإيه وإيه، فظيع في الموضوع ده، لانه ما بينشفش تماما، ماشي، ثباته طبعا مش قوي. بتحطيه على وشك بيدي كده كانك حاطه هايلايتر كده، يعني بيخلي البشره فيها لمعه، فيها دوي كده. وكمان اللون ده، الدرجه دي اسمها كوزي، الدرجه دي ناتشرال قوي على البشره، تمام كده.
طبعا انا هسيب لكم لينك صفحه اي او اي تحت، هسيب لكم كل اللينكات تحت تمام. اخر واحد وده مستحدث بقى وغريب جدا، غريب جدا بس عجبني شخصيا، وهو البلوشر الكريمي بتاع ايفون. بصوا يا بنات البلوشر ده غريب جدا، عايزه اقول لكم اول حاجه الدرجه اللي معايا دي اسمها دريمينج اوف بلوسوم تمام. الدرجه حلوه قوي يعني، بصوا اصلا شكله عامل ازاي، درجه كشمير. ماشي، درجته ناتشرال على البشره. بصوا بقى يعني ده لما بحطه وريحته، ريحته خطيره، ريحته خطيره يا ايفون. انا طبعا انا اسفه انا بتكلم عن حاجه من حاجات ايفون هنا، بس ده عشان لسه جديد. ريحته حلوه قوي. اول حاجه شكله على البشره، لا يمكن حد يتخيل ان انت حاطه حاجه، يعني لا يمكن حد يتخيل ان انت حاطه حاجه. لونه وشكله على البشره ناعم جدا وطبيعي قوي. ايه بقى الغريب اللي فيه؟ كانك حاطه اسمه ايه، اسمه ايه للمسام، اسمه ايه، برايمر، كانك حاطه برايمر للمسام، بيعمل فلتر للمسام في الحته اللي انت حطيتيها. انا اصلا لما حطيته ايه ده يا اخويا، انت بتعمل ايه؟ انت بلاشر ولا برايمر ولا ايه؟ ايه موضوعك، ايه موضوعك؟ فغريب قوي في الموضوع ده، يعني بعمله كده بيدي فينش مات مط تماما للبشره، وبيقفل على المسام كده بشكل غريب. ماشي، بس العيب الوحيد اللي فيه انه مش ثابت، يعني ثباته مش قوي، يعني هيقعد معاكي كده لو انت رايحه مشوار وجايه نازله السوبر ماركت وجايه، لكن مثلا هتقعدي يوم طويل لا مش هيثبت معاكي قوي. لكن انا عجبني جدا جدا، لان انا بحب البلاشر الكريمي بالذات يبقى شكله طبيعي قوي. هنخش بعد كده على البلاشرز والبرونزرز تمام كده. للامانه للامانه انا السنه دي ما عجبنيش اي بلاشر باودر وحايد، يعني سنجل. كل اللي عجبني السنه دي باودرز باليتات، اولهم هي باليت كاركتر تمام، الدرجه دي 004 الرائعة، البالت رائعة بما تحمله الكلمة من معنى، سواء في الدرجات. طبعا هي البالت دي في منها درجات كتير على فكرة، يعني لو بتحبي الدرجات اللي على اورنج، بتحبي الدرجات اللي على بينك، بتحبي كل فيها درجات كتير جدا تمام. بس انا اشتريت ديت، دي درجة على لحمي شوية، دي درجة على مش بني، يعني في يعني مدية سيكة على اورنج، مش اورنج تمام، يعني ولا اورنج ولا بني، هي وسط كده. والهايلايتر، الهايلايتر ده على فكره لو انت بنت بيضه قوي 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 هيبقى غامق عليكي شويه، لكن انا عن نفسي بحبه جدا، لان ما اعرفش بحبه يعني، حتى بشوف على طول منى الجمل بتستخدمه كتير. فالباليت دي رائعه، الباودرز بتاعتها ناعمه، شكله على البشره رائع، البيجمنت بتاعه حلو، يعني يديكي فرصه كده انك تبني ما بيلطعش. فبالنسبه لي كانت رائعه جدا، هتلاقوها متوفره عند صفحه يلا شوبينج حاليا. تاني باليت ومش عارفه اقول لكم متوفره فين الحقيقه، هي باليت ايسنس اللي هي اسمها هاي تشيكس، اللي هي الباليت دي. الباليت دي مفيش حاجه فيها وحشه، الباليت دي انا مسميها باليت السفر، انا مفيش مره بسافر فيها ما باخدش معايا الباليت دي، الباليت دي اساسيه معايا في السفر. ليه؟ حضرتك عندك هايلايتر رائع، عندك برونزر، لونين برونزر مات وشمر، عندك ثلاث الوان بلاشر على لحمي، على بينك على اورنج، عايزه ايه في حياتك تاني؟ ده انت ممكن تستخدميها اصلا اي شادو، فاللي هو انت وانت مسافره هتاخدي دي، مش هتاخدي حاجه تانية اساسا في حياتك معاكي. فالباليت دي كل حاجه فيها كفكره، ككواليتي، كسعر، كل حاجة فيها رائعة. بس هي المشكلة ان انا مش عارفة اقول لكم، دي كان انا كنت جايباها ب 250 جنيه تقريبا، انا مش عارفة اقول لكم متوفرة فين، هي كانت عند صفحة ندى براندز، انا هسيب لكم لينك الصفحة تحت طبعا. بس هي القضية ان انا مش عارفة ندى شغالة ولا لا، لان بقى لها فترة بحاول اتواصل معاها مش عارفة اتواصل معاها، فلو حد من السيلرز عارف يوفرها يقول لي وانا هقول للبنات، لان فعلا الباليت تستاهل كل التقدير. الباليت دي كانت من المانيا، لان ندى بتجيب حاجاتها من المانيا، وانا برضو هسيب لكم لينك ندى تحت لو عرفوا تتواصلوا معاها. الباليت التانية اللي انا كنت حابه جدا البلاشر منها وحبيت الالوان ودرجات الالوان بطريقه مش طبيعيه فيها حقيقي، باليت مايت سينما الجديده الكبيره.
البلد دي فيها مفضلات بالنسبة لي كتير، يعني كذا حاجة. اكتر حاجة ابهرتني السنة دي من ام ان من مايت سينما هي البلد دي. البلد دي هتلاقوها عن صفحة دودي شو، ومش بس كده الدودي شو عاملة لكم 10% خصم من اي اوردر هتاخدوه من عندها، وتقولوا انها تبع رورو هتاخدي 10% خصم. تمام. البلد دي بصوا بقى الوان البلاشر بتاعتها حلوه جدا 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 جدا، فيها كل الالوان اللي انت ممكن تحتاجيها، خاصه دول يعني انا عاجبني جدا. زائد بقى ان انت مش هتتخيلي ان من مفضلات السنه دي عندي فعليا، انتوا عارفين انا بحب البرونزرز قد ايه، مش اي برونزر بيعجبني، لكن عايزه اقول لكم ان البرونزر بتاع البلد دي فوق الرائع فوق الرائع. البرونزر بتاع البلد دي حلو جدا، بيجمنت جدا، فظيع جدا، سواء الدرجة دي سواء الدرجة دي. الكواليتي بتاع البرونزر، الدرجات بتاعت البرونزر حلوة جدا. انا حقيقي مبهور، يعني انا عملت لاختي الميك اب الكامل ده، لو انتم متابعيني على الانستجرام هتبقوا اوريدي شفتوه كله من البلد دي كله. يعني انا حابه ان انا استخدمها الفتره الاخيره في لوكات كتير، يعني استخدمته في اللوك ده لاختي، استخدمته في فيديوهين هوريكم صور الميك اب بتاعته. بجد البالت يعني انا ارشحها لاي عروسه، لاي عروسه بجد، بنت معهاش فلوس تشتري ميك اب كتير وعايزه يبقى عندها كل حاجه، ارشح لك دي رائعه. يعني بتهيالي انا قلت فيها كلام شعر كتير كده. انا خلصت البلاشر، نرجع بما ان احنا دخلنا في البرونزر، فالبرونزر بتاع البالت دي بالنسبه لي كان رائع. وطبعا البرونزر بتاع ايفون هناخد معاهم اخر برونزر، وهو بتاع كاتريس ماشي، اللي اسمه سان جلو، والدرجه دي اسمها يونيفرسال برونز، وهي دي اللي انا مستخدماها النهارده، حلو جدا وهتلاقوه متوفر عند دكتوره ايمان. بالنسبه للكونتور البودر ما زالت معانا البالت بتاعه ميسلين اللي اسمها شيبينج كوين، الدرجه دي درجتها ممتازة ممتازة في الكونتور، ولكن زي ما قلت لكم قبل كده لازم تبقي حذرة لانها بيجمنت جدا. وعايزة اقول لكم ان البودر بتاعتها حلوة، البلاشر بتاعها حلو، والبالت اصلا سعرها حلو، مش عارفة كانت ب175 جنيه ولا ب200 جنيه حاجة كده. البالت حلوة جدا. مفضلاتي السنة دي في الهايلايتر البودر، زي ما شفتوا في فيديو ايفن، هو الشو جلو رائع جدا جدا. وفي الحاجات الرخيصة البالت دي من بريتي وومن. تمام. البالت دي عجبتني جدا جدا السنه دي، حلوه قوي، الهايلايتر بتاعها حلو، سهل في الاستخدام وما بيلطعش برده، في كذا لون يعني الوانه حلوه، مديكي فرايتي في الالوان، فالبالت دي حلوه جدا، ودي كانت من عند ياسو ستور. ازاي ما تفكرونيش بالكونسيلر؟ ازاي يعني ازاي كده قاعدين وما تقوليش قرروا فين الكونسيلر؟ تعالوا بقى نتكلم عن الكونسيلرز. زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع اسوأ منتجات، انا ما عنديش السنه دي اسوأ كونسيلر، زي الفاونديشن برضو ما عنديش اسوأ كونسيلر. تمام. لكن في كانت شويه مشاكل كده مع كل كونسيلر قلتها لكم في الفيديو بتاع اسوأ منتجات، روحوا اتفرجوا عليه. ولكن برضو زي ما قلت لكم ان هما ما زالوا انا بستخدمهم. فالكونسيلرز المفضلين عندي السنه دي وبحبهم جدا، ما زال ومفضل وما زال وهيفضل. تمام. الكونسيلر بتاع ميبيلين فيتمي، انا الكونسيلر ده كل ما بيخلص لازم اجيبه تاني. الكونسيلر ده لو انت عايزه كونسيلر ما يخشش في الخطوط، خفيف تحت العين، عندك جفاف تحت عينك، انه هو يعني بدرجاته بقى عندك، هلا تجيب الدرجات الغامقه يعني، فاهمه؟ فدي درجه 20. وعايزه اقول لكم ان صفحه الدكان عامله خصم حلو قوي على فيت ميل اوريجينال. تاني كونسيلر وبرده من احلى الكونسيلرز ممكن تستخدميهم، الكونسيلر بتاع كاتريس، سعر حلو، كفر حلو، خفيف تحت العين، تحسيش انت حطيتي حاجه تقيله، رائع 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 بكل حاجه فيه كده على بعضه، انه رائع. ولكن لو تحت عينك جاف قوي بلاش منه. الكونسيلر بعد كده وكان جديد السنه دي هو الف، الغطاء ابيض، عشان بس تخلي بالكم ان في غطاء اسود انا لسه ما جربتوش، بس ان شاء الله اجربه، بس لسه ما جربتوش. الغطاء ابيض الفونديشن، الكونسيلر ده حلو جدا، الكونسيلر ده شويه زي فيتمي،
هو اصلا بيقولك ان هو هايدريتنج، هو بيرطب تحت العين، يعني هو مرطب لتحت العين، فهو ناعم جدا تحت العين، ما بينشفش تحت العين، بيسيب لك فرصة تدمجيه بكل سهولة، ولكنه مش فول كفرج. الكفرج بتاعته من خفيفة لمتوسطة، مش كفر بتاعه مش عالي، ولكنه حلو قوي، يعني ناعم ناعم كده وسهل في الفرد وجميل، يعني انا حبيته جدا بصراحة. اخر اتنين بحبهم بس عندي عليهم مشاكل، قلتهم لكم الفيديو بتاع اسوأ منتجات، ولكني بحبهم، يعني عامل ايه بحبهم، هو الـ AOA اللي هو اللي اسمه Wonder Cover الدرجة يلو. انا بحب الكونسيلر ده رغم ان هو ناشف جدا جدا، ولكن زي ما قلت لكم لو اتفرجتي على الفيديو اللي فات على طول بتاع لوك الكريسماس هتشوفي انا بستخدمه ازاي، بحط منه ولازم احط معاه كونسيلر طري او كريمي زي كونسيلر فيتمي او كونسيلر الف اللي انا وريتهم لكم دلوقتي، لازم احط معاه علشان خاطر يندمج بسهولة، لكن انا بحب فيه درجته، درجته جميلة جدا وبتعمل انارة حلوة قوي للبشرة. لو تحت عينك ناشف فيه خطوط جامده وجاف جدا اوعي تفكري تستخدميه، اوعي. لوريال عندي معايا مشكله الخطوط اللي ملهاش حل، لان انا عندي خطوط، ولكنه فول كفرج يا جماعه، يعني بيدي فينش جميل. مشكله الخطوط، انا عندي خطوط، انا لازم اتقبل الفكره، لكنه كونسيلر لا ننكر جماله طبعا. يعني الحواجب، بالنسبة للحواجب بقى، كل منتجات ايفون للحواجب اللي كلمتكم عليها في فيديو ايفون تحفة تحفة تحفة. هضيف عليهم حاجة، يعني نوع واحد من المنتجات وهما اقلام AOA، عجباني جدا. يعني النهاردة عاملة حواجبي بالقلم ده من AOA اللي هو اللي عامل زي الشرطة ده والدرجة ديت قلت لكم عليها انا قبل كده، اسمها ايبوني، تمام؟ حلو جدا جدا، يعني اديكم شايفين اهو رائع جدا. والفاين ده الصغنون ده اللي هو اسمه سليم براو الرفيع ده، انا مشكلتي الوحيده مع القلم ده لونه، لان لونه فاتح قوي، فبستخدمه كده لما اكون عايزه ما باينش ان انا عامله حواجبي، بس في نفس الوقت فيها شعر كده ومتحدده حاجه بسيطه اللي هو الناتشرال ناتشرال ناتشرال، بستخدمه بس ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم انا هجيب منه اللي هي نفس الدرجه دي اللي هي الايبوني الغامقه علشان خاطر اقدر ارسم بيها. بس القلمين رائعين، حبيتهم جدا السنه دي مع منتجات ايفون للحواجب، سواء جل سواء اليما سواء كل حاجه الايفون السنه دي في الحواجب انا حبيتها. بالنسبه للكحل، ما زالوا معانا من السنه اللي فاتت نفس النوعين، ميك اب فور ايفر حلو جدا مع كل الناس، يعني حلو في الشغل جدا لما بستخدمه، رائع جدا في الشغل، ثابت جدا بيجمن جدا، لكن بالنسبه لي انا هو بيحسس لي عيني جدا، فانا شخصيا كريهام بعشق، وطبعا دول حلوين في الشغل برضو، ولكن انا بالنسبه لي دول اللي بحطهم في عيني ريميل سكاندل ايز، بالنسبه لي التوب، لان انا عيني فيها جفاف وفيها حساسيه، دول بقى بيجمنت جدا ما بيحسسوش عيني ابدا، رائعين جدا معايا، هتلاقوهم موجودين عند دكتوره ايمان على فكره. بالنسبة للايلاينر السنة دي الجديد، الحاجة الجديدة اللي انا جربتها السنة دي وابهرتني، يعني كان بالنسبة لي حلو جدا، خاصة بالنسبة لسعره، وهو الايلاينر بتاع تشيو، يعني ايلاينر ب30 جنيه يعني ثبات فظيع، بيتشال برضو لما تيجي تشيليه ما بيعذبكيش رغم ان هو ثابت، تمام؟ سواده تحفة تحفة، بيقلب مات بصراحة، كل حاجة فيه حلوة، كل حاجة فيه حلوة، يعني حتى انا يعني كنت ممكن اطلع لكم حاجة تانية معاه، بس بعد سعره والمميزات اللي فيه مش هطلع لك حاجة تانية معاه، هو كفاية حقيقي. بس هو مشكلته الوحيدة ان انت لازم 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 اوعي تنسي في مرة انك ترجي. بالنسبه للماسكارات، هيفضل دائما مستمر معانا ماسكارات ايسنس يا جماعه، يعني الماسكارات اللي انا قلت لكم عليها السنه اللي فاتت ما زالوا حلوين جدا، تمام؟ هيزيد عليهم كمان البرنسس لاشز، يعني انا كنت قايله لكم ان انا كمان بحب البرنسس لاشز البينك، زاد عليها كمان الخضراء، يعني كل ما بجرب ماسكاره من ايسنس جديده بحبها حقيقي يعني، تمام كده؟ الماسكارتين اللي هيبقوا جداد السنه دي وهتستغربوهم قوي، يعني انا مش مصدقه اصلا انا بقول كده، مايت سينما يا جماعه، يعني الماسكارا دي الجولد
ايه يعني بجد مش مصدقه ان مسكره زي دي بالسعر دوت حلوه كده. انا مش عارفه هي سعرها كام تقريبا، هتلاقوه يعني مش اغلى من 40 جنيه، يعني مش اغلى من 40 جنيه المسكره، رائعه زي ما قلت لكم. انا يعني انا ما شفتش منها كثافه ولا حاجه فظيعه، غير ان هي بتفرق الرموش بطريقه وبتجيب لك كل رمش رمش كده. يعني بصوا، يعني لان الفرشه بتاعتها، عايزه اوريكم الفرشه بتاعتها مليانه، هي سيليكون بس مليانه شعيرات صغننه ما بتسيبش ولا شعرايه. بصوا شايفين مليانه شعيرات ازاي، ما بتسيبش ولا شعرايه. بصوا انا حطاها اهو، بصوا بتفرق الرموش ازاي، بصوا بتفرق الرموش، بتفرق الرموش رمش رمش. بس انا لما باجي استخدمها لازم استخدم معاها مسكره تانية. يعني انا عامه، هو على فكره انا بعمل كده عامه مش عشان المسكره دي، انا كرورو واكتشفت ان ناس كتير زيي، مش انا بس، ده انا اكتشفت ان جاكلين هيل كنت بتفرج لها على فيديو بتقول لك يعني احسن شكل الرموش بتعمله ازاي، ان لازم تستخدم مسكرتين. هي بتقول لك لازم استخدم مسكره مكثفه ومسكره تفرق، او مسكره طويله ومسكره تكثف، لازم مسكرتين. فانا لقيت نفسي ان انا فعلا مش انا بس اللي بعمل كده، فانا استخدم مسكره الاول تكثف او تديني الكثافه اللي انا عايزاها، وبعد كده استخدم دي. زي مثلا مسكره زي بارادايس اكسبكتي، المسكره دي سوادها رهيب جدا، بتدي كثافه حلو جدا، ولكن بتخلي الرموش تعمل كده كده. فلما استخدم دي وبعد كده استخدم دي بيدي افكت رهيب. مش بس كده، انا عايزه اقول لكم ان كمان لما بستخدم المسكره دي وبستخدم المسكره دي بتدي افكت حلو جدا، فاللي هو المسكره دي انا ما بقتش استغنى عنها. هي وانهي مسكره بقى كمان، ها مين يقول؟ ايه او ايه المسكره دي من اي او اي، نفس الكلام، نفس الكلام بتاع دي، بتفرق الرموش حلو جدا جدا جدا. بس بقى كمان يعني فيها بقى ميزه الكيرل، اللي هي بتعمل للرموش كيرل لفوق كده، بتخلي كمان زي ما قلت لكم في الريفيو عنها، عن منتجات اي او اي لما كلمتكم عنها، قلت لكم اللي هيحب المسكره دي وهيعشقها وهيدمنها البنات اللي هي اوريدي عندهم رموش، رموشهم تقيله، هيعشقوا المسكره دي لانها هتفرق لهم رموشهم وهترفعها لفوق، فهتخلي رموشهم كده وسبي وجميله. فالمسكره دي برضو حلوه جدا، لو رموشك قليله وضعيفه جدا المسكره دي مش تعجبك، تمام؟ عشان بس نبقى فاهمين. هنيجي عند جلوس الشفايف. جلوس الشفايف اللي عجبني السنه دي هما اتنين، تمام، اللي هو بتاع الكارتيه اللي هو الكوري دوت، اللي هو شكله عامل كده، ده جلوس دوت جلوس، يعني بيدي جلوس وفي نفس الوقت بيدي تنت، بيخلي الشفايف لونها بينك كده، زي اللي هم الحاجات بتاعت المرطبات، زي اللي هو بتاع الالوفيرا والكلام ده، بيدي تنت. بس ده بقى ثابت جدا، يعني حتى لو الجلوس راح بيفضل هو ثابت معاكي. انا عامله لكم ميك اب، لما كنت عامله لكم ميك اب قبل كده، ميك اب يومي كنت مستخدماه فيه، رائع. وعلى فكره كميه بنات جابته ورجعت شكرتني، انا مش قادره اقول لكم قد ايه، كتير 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 جدا بنات جابته ورجعت قالت لي يا رورو تحفه تحفه. ده هتلاقوه عند صفحه الدكان. تاني جلوس استخدمته السنه دي ولسه جديد، بس حقيقي عجبني جدا وانبهرت بيه، وانا لقيت البنات هي اللي عملت لي عنه ريفيو، يعني مش انا اللي هعمل لكم ريفيو، انتوا اللي عملتوا لي ريفيو. انا لقيت البنات داخله لي على الانستجرام، ده فظيع، ده مش عارفه ايه، ده رائع، ده مش عارفه ايه، اللي هو بتاع ايفون ده. هو اصلا يعني عايزه اقول لكم يا بنات ان هو اسمه ليب اويل، هو كله اويلز وفيتامينز، هو اصلا مغذي للشفايف ومرطب. يعني هو انت اصلا مش مو يعني انت ممكن تستخدميه فوق الروج، ممكن تستخدميه لوحده، ممكن تستخدميه سكين كير كمرطب للشفايف. تحفه 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 تحفه، جميل جدا 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 كاستخدام يومي بجد، جميل جميل جميل. الارواج بتاعت السنه دي، الارواج اللي انا جربتها السنه دي كانت جديده بالنسبه لي، طبعا هي مش جديده بس هي جديده بالنسبه لي، وكانت تحفه جدا، اللي هي ارواج كاركتر الاليما، حلوين جدا، كريميين جدا، شكلهم على الشفايف حلو، ما بينشفوش، تحفه تحفه بجد والله العظيم.
رائعين للأمانة، حتى سعرهم رائع يعني، مش عارفة تقريبا ب70 جنيه ولا ب75 حاجة كده يعني، فهم تحفة جدا، هتلاقوهم عند الدكتورة إيمان برضو، وطبعا غير بتاع ايفون مفيش كلام. طيب بالنسبة للآي شادو، انتوا عارفين ان انا ما بحبش احكم على الآي شادو من ناحية ان البلد دي احسن حاجة وافضح حاجة ومش عارفة ايه، زي ما قلت انا بحب اخرج، بس اقدر اقولك البلد دي وحشة جدا تمام كده. فانا جربت السنة دي بصراحة انواع كتير من الماركات حتى كمان، وباليتات اي شادو كتير جدا، فتعالوا كده نشوف مع بعض. مش كتير للامانه اللي انا هطلعه، بس انا جربت من مثلا بريتي وومن كذا نوع، احلى واحده عجبتني او اكتر واحده يعني شدتني فيهم هي كانت الباليت دي. دي كانت من عند يلا شوبينج برضو، الباليت دي انا بحبها جدا تمام. ليه بقى؟ لان الوانها اصلا الالوان الدارجه، الالوان اللي احنا كلنا بنستخدمها، الوان البنيات حتى الموف ده لو انت عايز تعملي موف، يعني الالوان اللي على اورنج، الالوان اللي هي اللي كلنا بنستخدمها، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعتها حلوه جدا، بتطلع لوكات حلوه جدا. فالباليت دي يعني انت كبنوته تقدري تستخدميها فعليا، مش مجرد باليت هتيجي تترمي عندك في الدرج وخلاص. الباليت اللي هتكلم عنها دلوقتي هي باليت قد يختلف معايا ناس كتير جدا جدا فيها، يعني ان بالنسبه لي الباليت دي تحفه او كده. انا مش هقول ان الباليت دي تحفه، بس انا اقول الباليت دي انا فعليا بستخدمها كتير وبحبها وايدي دايما بتروح لها. ولو انتم متابعيني هتبقوا عارفين انهي باليت اللي بتكلم عنها، هي باليت ميسلين من برجندي. الباليت دي يا بنات على الرغم من ان البيجمنت بتاعها مش قوي ولا حاجه، ولا اقوى حاجه في الدنيا، بالعكس ممكن يكون بتاع ويت ان وايلد اقوى منها زي ما انا قلت لكم لما عملت لكم ريفيو عنها، ولكن الالوان بتاعتها الوان بيزك جدا. انا في كل لوك بعمله مهما كانت الباليت اللي بستخدمها لازم ارجع اخد تاتش من دي، دايما ايدي بتروح لها. لما اكون مسافره بحطها في شنطتي، دايما بيزك معايا، بيزك معايا. ليه؟ الوانها بتديني فرصه للبنى، يعني عايزه مثلا ادي تاتش، مثلا انا عايزه اغمق الحته دي بس مش عايزه حاجه تلطع معايا، اخد تاتش بسيط منها يغمق لي من غير ما يلطع، ببني فيها براحتي. زي ما قلت لكم الوانها بتستخدم في اي لوك بتحتاجي لون من دول. دايما ايدي بتروح لها، دايما ايدي بتروح لها في اي تاتشات، حتى الحواجب، حتى اللون ده بستخدمه انا لحواجبي رائع. فالباليت دي بالنسبة لي أنا السنة دي مفضلة، قد يختلف معايا زي ما قلت ناس كتير، ولكن أنا شايفاها إن هي يعني أو بالنسبة لي كانت باليت مفضلة. لو أنت واحدة مبتدئة، لو أنت واحدة عايزة حاجة خفيفة يومية وتديكي حاجة ناتشرال، هتحبي الباليت دي جدا. بس كده. وعايزة أقول لكم ولو أنتم متابعيني هتلاقوني أنا طلعت لكم منها بدل اللوك 2 و3، بس كده. وسعرها ما كانش غالي، سعرها كان 170 جنيه، كنت جايباها من على سوق دوت كوم. زي ما اتكلمنا عليها في البلاشر والبرونزر، هنتكلم عليها برضو في الاي شادو. باليت ماي سينما الكبيره ما زالت باليت هتستفيدي منها، زي ما قلت لك لو انت عروسه، لو انت بنت معاكي مبلغ معين وعايزه تشتري كل حاجه، الباليت الوان الاي شادو اللي فيها حلوه، تطلعي منها لوكات كتير جدا، فيها كل الالوان اللي ممكن اصلا تحتاجيها تمام كده. قد يكون البيجمنت بتاعها مش احسن حاجه في الدنيا، ولكن هيقوم بالواجب. اخر حاجه معايا استخدمتها السنه دي وكانت عجباني جدا هي الباليت بتاعت بيوتي جليزد، اللي هي اللي شبه بتاعت جاكلين. الكواليتي بتاعتها حلوه جدا جدا جدا، جميله بصراحه للامانه. الالوان بتاعتها برضو زي الوان جاكلين اللي هو اي حد هيستخدمها. الباليت دي كانت من صفحه يو اس اي ميك اب، الباليت دي جميله. وفي حاجه صغننه عايزه اقولها كده، انا لاحظتها، يا ريت لو حد لاحظها زيي يقول لي، يا ريت اكتب لي في الكومنتات كده. انا جربت دي وجربت او ماركه بيوتي جليز دي يعني، وجربت ماركه بتاعه بيوتي كرييشن تمام، اللي هي الباليت بتاعت إلس ديت او إليسيا دي، اللي هي دي تمام. بس انا لاحظت رغم ان الاثنين تقريبا نفس السعر، الا ان لاحظت ان الكواليتي بتاع الاي شادو بتاع بيوتي جليز احلى من بيوتي كرييشن. فلو حد ملاحظ حاجه زي كده يقول لنا برده، عشان لما نيجي نشتري بعد كده تاني نبقى عارفين.
وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. طبعا انا متأكدة ان الفيديو طويل فوق الوصف والخيال والتخيل، تمام كده. انا مش عارفة والله العظيم، انا عايزة اقول لكم ان انا قدامي دلوقتي، انا لحد دلوقتي مسجلة ساعة ونص، فانا مش عارفة انا هشيل ايه وهحط ايه للأمانة. لكن كل اللي اقدر اقوله لكم ان سنة سعيدة عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، ويا ريت يا بنات تدعموني وتشاركوا القناة كتير، عايزين نوصل لل 200 ألف بليز. وتابعوني على الانستجرام عشان تعرفوا كل حاجة عني أول بأول، والحاجات الجديدة اللي بنجيبها وكل الحاجات. وكفاية كده بقى، عشان يعني كفاية كفاية، يلا انتوا زهقتوا مني أكيد. باي باي.